يا مرحبا وسهلا فيكم، معاكم معين البسلكي في الحلقة الثالثة من برنامج WWE بالعربي. اليوم أوه ماي جاد بالأحداث اللي عندنا من رسلمينيا في هذه الحلقة من برنامج WWE بالعربي، بنأتيكم بكل الأحداث والأكشن من رسلمينيا وأيضا حوارات حصرية من قلب الحدث لأكبر حدث اللي هي رسلمينيا، والأخطاط من خلف كواليس لماذا في سينما بوكس، وحوار حصري جدا مع راندي أورتن بنفسه في مهرجان كوميك كون. ولا تنسوا باقي عندنا أيام قليلة فقط على WWE دوم باش اللي بتقام في 14 و15 أبريل هنا في دبي في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وسوف نعطيكم الفرصة للفوز بتذاكر لمشاهدة دوم باش معانا، وبعد فرصة إن واحد منكم يتدرب مع راي باك في الجيم. مرة ثانية نقولها فيد مي مور. رسلمانيا بنبدأ فيه بالنزال الضخم اللي قام به بين رومان رينز وتريبل إتش، واللي قدر فيه رومان رينز إنه يخطف الحزام WWE للوزن الثقيل بعد ما وجه ضربة سبيرز مدمرة لستيفن ماكمان. البطل جون سينا عاد مرة ثانية بعد غياب، ولكن المفاجأة كانت إنه عاد مع منو؟ عاد للاتحاد مع ذا روك ألد أعدائه، وذلك لإنقاذه من دمار عائلة وايت. الأسطورة ذا أندرتيكر وأيضاً الأسطورة شين ماكمان قدموا أروع نزال منذ سنوات طويلة، وعلى الرغم من خسارة شين ماكمان إلا أنه قام بتنفيذ أعلى وأخطر قفزة من فوق القفص الحديدي اللي نجا منها أندرتيكر في آخر لحظة واللي دمر فيها المكان بالكامل. نجم NXT الرائع مادا التقى مع الجمهور العربي لأول مرة في تجربة هي الأولى لمشاهدة رسلمانيا 32 داخل قاعات سينما فوكس. يعني جميل، أنا فخور قوي أبقى من أول ولا تاني عربي في WWE إن شاء الله، عشان ما فيش عرب كتير في WWE، بس أنا عارف العرب بيحبوا WWE كتير، وإن شاء الله لو في عرب أكتر نزلوا WWE هيشجعوا الناس هنا، يعني مش بس يتفرجوا، لو عايزين يعملوا مصارعة محترفة في WWE يقدروا. يس يس يس. النهاردة عندنا اللايف فيوينج بتاع الرسلمانيا في فوكس سينما مول اوف اميريتس، هو أول مرة يعملوا دي في فوكس سينماز، وإن شاء الله مش آخر مرة. هتبقى حاجة كبيرة قوي عشان احنا هنقدر نجيب كل المشجعين بتاع الـ WWE في مكان واحد عشان يشجعوا الـ WWE ويشجعوا الرسلمانيا. عشان كده انا مبسوط، وانا عايز اشوف كل المشجعين هناك وانتراكت معاهم ونتبسط مع بعض. The Viper راندي أورتن تسبب في حالة من الجنون لجمهور WWE المنتشر في كوميك كون، ولدينا حوار حصري معه. يا مرحبا وسهلا فيكم، معاكم معين البستكي مع The Viper himself راندي أورتن. بنسأل شوية أسئلة وإن شاء الله تابعوا ويانا بالإنجليزي، إن شاء الله بتفهمون علينا. راندي أورتن، nice to meet you. معين البستكي. Hey, thanks for having me. For the program WWE بالعربي. Yeah. Now a couple of questions. You're visiting us in Dubai. The reason you are in Dubai, tell us about that. I'm in Dubai for the beautiful people, the atmosphere here at Comic-Con, to meet fans and get on the ground floor and really see what the fans have to say. And I'll be honest with you,
I've been to a few Comic-Cons back in the States, but I feel like this is really my first Comic-Con. After witnessing just, like I said, the atmosphere inside that building, the venue's huge, the people are great. It's just more people here, and I feel like there's more WWE fans in this building right now than I've ever seen in one place at one time. And that's me saying that when I was just in Dallas last week for WrestleMania 32 with over 100,000 people in that stadium. So like electricity in the air everywhere you go, whether it's for WWE or any other superhero, you know, or anything like that. Like it's just a great atmosphere to be here and to absorb all that, just, you know, just that electricity in the air. WWE Balara be tabuna. Here we go. Cool man. على الرغم من الإثارة في رسلمانيا إلا أن نجوم WWE هناك كانوا متحمسين لجولة دوم باش في دبي، وكانت لنا لقاءات كثيرة مع النجوم هناك أعربوا فيهم عن تحمسهم لزيارة دبي. Roman, pleasure to meet you. Miles from Virgin Radio Dubai. How are you? Oh, very nice. Oh, Dubai. Yeah, nice. Yeah. Some of the boys will be there soon. Yeah, June Bash, April 14th and 15th. I wish, man. Yeah. I believe I'm on the other side, but it should be a good time and a great show, no doubt. Yeah, but this is going to be the return to Dubai. I think for like the first time in like 20 years. It's exciting. It's going to be really good. It really is exciting. Yeah. Dubai is one of my favorite places on earth. Yeah. You want to say something to your Middle East fans? Yeah, make sure you buy a lot of KO t-shirts and wear them at the show and cheer me really loud. Yeah. And boo, if he's there, boo Dolph Ziggler a lot. Really? He loves that. He loves getting booed. الإثارة لن تتوقف في جولة دوم باش في دبي، حيث سيكون هناك فرصة لكم أنتم العشاق للتدرب مع Ryback. I'm WWE superstar Ryback, and I'll be coming to Dubai this April for the first ever WWE live Dune Bash. If you want to have a once in a lifetime workout experience with the big guy on Friday, April 15th, then go to WWE.com or visit TK MMA and Fitness, Dubai Media City Branch. For all the details, feed me more. الآن فرصتكم الأخيرة لشراء التذاكر لتكونوا جزء من جولة دوم باش في دبي، وذلك عن طريق الموقع Platinum List أو فروع UAE Exchange أو عن طريق صفحتنا في الفيسبوك. WWE Live Dune Bash comes to Dubai for the first time ever. Dean Ambrose is in for the fight of his life. On Thursday, April 14th, the Lunatic Fringe will battle longtime rival Kevin Owens in a knockdown drag-out brawl. Then on Friday, April 15th, Kalisto will put the United States Championship on the line against Alberto Del Rio. WWE Live Dune Bash comes to Dubai this April. Tickets available. Talent subject to change. For more information, head on over to WWE.com.